انطلقت فعالية النسخة الرابعة لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية بمشاركة دولية متنوعة بغرض تبادل الخبرات مع الجهات الحكومية في دبي والاطلاع على تجربة دبي الرائدة في ميادين العمل الحكومي. الدورة الرابعة شاركنا فيها، يعني كانت مقتصرة الدورات السابقة على الإمارة دبي والإمارات الثانية داخل الدولة. اليوم فتحنا الأفق برا، فتحنا شفنا في دوائر خارجية أو دول من خارج المنطقة شاركتنا في هذا الجانب، يشوف خبراتنا ويشوف نحن كذلك خبراتهم، ففي عندنا مشاركة دولية. اليوم هذا أهم ما يميز المعرض هذا، مشاركات اتحادية قل يركز على موضوع الابتكار عندنا اليوم وايد، تطوير خدمة المستقبل أن تكون خدمة مبتكرة. يعني اليوم توقع العميل فاق اللي نحن متعودين عليه دائما، فكيف الخدمات تكون مبتكرة في توقعات العملاء مستقبلا، هاي وايد مهمة بالجوانب في تصميم الخدمة. في نفس الوقت في اتفاقيات دولية بتتوقع بين مؤسسات محلية مع دول خارجية عندهم تجارب مشتركة بتكون. نحن لله الحمد مشاركتنا السنوية، والسنة هذه نقدم من خلالها قديمنا وجديدنا. بالمناسبة قديمنا من خلال متحف الدانة لوثائق السفر القديمة من قبل تأسيس أو قيام الاتحاد، وجديدنا مشروع رؤية الإمارات واللي بدينا نطبقه على مستوى المنافذ وعلى مستوى المعاملات في الإدارة، واللي من خلاله سوف نحد من متعاملينا وترددهم على الإدارة. كذلك عندنا البوابات الذكية، ونحن أطلقنا ومشارك في هذا المعرض بتقريبا 6 مبادرات، يعني نرى أنها بتساعد وبتحسن أيضا في التجارة في دولة الإمارات بشكل عام، دبي بشكل خاص، من ضمنها الممر الافتراضي واللي يسهل حركة انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية، أيضا نظارة التفتيش الذكية وهي أحد التقنيات اللي بدينا نستخدمها في ميناء جبل علي من أجل تسهيل مهمة المفتش الجمركي في الميدان، وأيضا مرتبطة بمحرك المخاطر. أيضا أحد المبادرات الأخرى المشغل الاقتصادي المعتمد، وهذه المبادرة أيضا بتحقق نقلة نوعية من حيث ربط دولة الإمارات مع العالم الخارجي. وتأتي الدورة الرابعة من المعرض تحت شعار حكومات محلية إنجازات عالمية، وتمتاز بعقد شراكات بين العديد من الدوائر على أرض الإمارة، ما يسلط الضوء على التكامل الحاصل ضمن الدوائر الحكومية لتقديم خدمات نوعية للمتعاملين والجمهور، وتعزيز مستوى السعادة والرضا عن هذه الخدمات، بما يتماشى ورؤية القيادة الرامية إلى الوصول بإمارة دبي إلى العالمية.